قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. هذا هو محمد التغيير. محمد شعلة نابلس. محمد كان هو الوحيد اللي في نابلس. أرن 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 بالآخر جانا رد الاتصال كمان مرة من نفس الشخص اللي أبو اللي ابنك محمد استشهد. محمد قدوة لكل الشباب. محمد شو بدي احكي لك؟ احكي لك هو عن طفولته ولا عن هو كبير شاب؟ محمد هو صغير اول ما ولا لما ولدته وهبته لربنا محمد. طلعت على ايديه على عينيه نظرات عينيه قلت له يا محمد انت مش ابن عيشه وهبتك لله عز وجل والحمد لله رب العالمين. طلع زلمه وقد حاله وبطل شعلة نابلس. محمد ما كانش ولا الناس ملتية باشغالهم. محمد بقاوم شارع القدس الناس بتنام والدنيا ساعة موت بينزل بقاوم على شارع القدس. وشفت الفيديوهات في بشارع حطين باب الشيد كان هناك بشارع حطين وفي رصاصه موجود هناك على الحيطان. محمد كان مرعب اليهود. الكابتن أنور والكابتن حسين كانوا بيتصلوا علينا بيحكوا هاي محمد بكسر في الخان. قال له طب روحوا له. بقول أنا مش مستعد أخسر عناصر قد ما هو حاطط الرعب في قلوبهم. الله يرضى عليه. هيبة هيبة محمد هيبة. حتى البنت تقول لي أمي محمد كأنه مولود على دور الرسول عليه الصلاة والسلام. اتصل فيه صديق إلي بقول وين محمد؟ بحكي له شو بعرفني وين محمد. اتصل عليه طبعا هو من السلطة. قال لي طب أنت جربت تصل عليه؟ قلت له هذا عجبني يعني كنت أنا أول إشي مش فاتح على إذاعات المحلية كنت فاتح إذاعة القرآن. الخبر كان منتشر أصلاً هو الخبر منتشر بس أنا مش عارف شو اللي فيه شو الموضوع شو فيه. فبقول لي أنت اتصل عليه. قلت له خير في إشي صاير إشي لمحمد؟ قال لي أنت اتصل عليه شوف شو فيه. فبالصدفة كان شاب مارق جنبي من سيرفيس بقول لي لك يا عم دريد في ثلاث شهداء في نابلس. بقول له وين؟ بقول لي بالمخفية. هلا صرت أرن على ابني محمد صرت أرن لا يمكن الوصول فيش حتى فيش اتصال نهائيا كان عليه. أرن 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 بالآخر جاني رد الاتصال كمان مرة من نفس الشخص اللي بقول لي ابنك محمد استشهد. أنت متأكد؟ بحكي له إنه محمد. اللي بقول لي آه محمد وشيشاني وكمان واحد بس مش معروف الثالث منهم. فصرت ألف بالشوارع ما مش عارف وين بدي أروح أصلا يعني. وأنا بدي أروح أحكي لأمه خايف على أمه تموت الثانية وراه لأنه من كتر ما بتحبه متعلق فيه. بصراحة العبارة كان يعني يحكي كل إشي لأهله أمه وخواته وأخوه وعني ما يحكي لأنه بيعرفني يعني ما يعني عندي قاعدة إنه إحنا عمالنا بوضع ما بسمح نعمل أي شيء. بس سبحان الله ما في شغلة تانية إنه لا يغير ما بقوم إلا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما في أنفسهم. يعني هو كان ناوي يغير هو كان ناوي يعمل إشي لهالبلد هو كان ناوي يخلص من هالظلم اللي هن عايشين فيه حتى الشباب اللي هن عايشين فيه. كان بغار عن البنات اللي في القدس لما اليهود يبقوا يضربوا فيهم بينجن يعدم عقله. يوم الأيام كان هو صغير محمد قال له أبوه خرج من المدرسة قال له بدي أحطك عند مستوطن تشتغل هات. قال له بقطع لك راسه هو صغير. قال له بقطع له راسه. أبوه قال له لا 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 بديش تشتغل عنده. بحكي له يا محمد لمين هذا بتعمله كله؟ بقول لي في سبيل الله. قلت له يا محمد يا حبيبي بدي أجوزك. قال لي بدك 72 حورية ولا بدك كنة؟ قلت له هل كنة؟ قال لي لا ارضى عني عشان أفوتك الجنة. ووصف لي الجنة كأنه قاعد في الجنة محمد.
ولبسته الحمد لله رب العالمين، وحملته وزفيته، الله يرضى عليه، هنيئا إله. إن شاء الله ملتقانا في الجنة يا محمد، الله يرضى عليك، وهبت عمرك وشبابك لله عز وجل، الله يرضى عليه، مش حيانا بربنا. إن شاء الله الله ينزل لك ملائكة من السماء تطوف على قبرك يا محمد من كل اتجاه، الله يرضى عليك يا أمي، الله يرضى عليك. والله رفعت راسي يا أمي، قال لي أمي العمر محدود، أي أحسن أموت بحادث ولا وأنا نايم ولا الشهادة؟ قلت له الشهادة، مبروكة عليه، مبروكة، طلبها ونالها الحمد لله رب العالمين، إشي بيرفع الراس. أنا كأب بفخر فيه، بس يعني اللي عمله محمد يعني سبحان الله، ربنا ربنا اللي بيختارهم. هدول أدوات تغيير عند ربنا، هدول أدوات تغيير عند ربنا. أنا عمري ما نسيت محمد نهائيا، أول يوم لحد هاي ما نسيته. بس اللي كان يصبرني في آية بالقرآن، حكيت لك سورة ياسين، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون، إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. هذا هو محمد التغيير، هذا اللي كان يحب الناس، وحسهم انه يقرأوا هاي الآية بالذات، هاي الآية بالذات يقرأوها ويرددوها. يجوز أنا ما كنتش متدين أو ما، بس اللي بيقرأها بيعرف شو معناه وجعلني ربي من المكرمين. إذا كان من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، فمحمد الدخيل سن سنة المقاومة في الضفة الغربية وفي نابلس تحديدا. ارتقى محمد وترك خلفه الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني الذين ساروا على دربه، وهناك من يطمح في السير على دربه لدحر الاحتلال الإسرائيلي. مرت عام على حادثة اغتيال هزت العالم، احتلال الإسرائيلي قام بإطلاق عشرات الرصاصات على السيارة التي كان يستقلها محمد ومعه رفقاء الدرب الشيشاني والانبصلت. من منزل الشهيد محمد الدخيل، سامري خويري، وكالة جي ميديا.